هنعمل كاسات حلوه جدا ورائعه جدا وتجنن. كل اللي احنا عايزينه شويه بسكوت، تمام؟ نسميهم كاسات الفالنتاين او كاسات الحب. اعملوهم قدموهم كتحليه تبقى معاكم حلوه جدا. عندنا بسكوت ساده او شوكولاته او اي بسكوت متوفر عندك، اطحنيه ناعم جدا من غير زبده من غير اي حاجه، او كيكه ناشفه عندي اطحنها ناعم جدا وفتفتها واعملها هتبقى معاكي حلوه قوي. فراوله نقطعها مفرومه بالشكل ده ناعم جدا، لبن محلى مكثف، مربى فراوله، عندي توت للتزيين، وعندي عصير فراوله او عصير توت او البيوري بتاع التوت، يعني المتوفر عندكم اشتغلوا بيه. كمان عندنا هنا ايه، عندي فانيليا وورق نعناع عشان ازين بيه، وعندي كريم شانتي ده تحليه فقط لا اقل ولا اكتر. بصوا بقى نحط هنا شويتين كده حلوين، الله ايوه كده حلو. ونبتدي نعمل ايه، نبتدي ناخد الفانيليا وناخد الحليب المحلى اهو بالشكل ده. حلو، خلينا ناخد كل الكمية. وهبتدي اخد العصير بتاعي او البيوريه بتاعي براحتي خالص، اخد اللي هيناسبني كده وادمج كل المكونات اهو. ده لو زودنا عليه جبنة كريمي بقى تشيز كيك، تمام؟ عشان بس تبقوا فاهمين النقطة دي، لو زودنا عليه شوية من الجبنة الكريمي وضربناها معاه بقى تشيز كيك تماما اهو. ايوه اخر قطرة كده يعتبروا الكاسات بتاعتي جاهزين. هبتدي ارص بس لا اقل ولا اكتر، نطلع بس كم معلقة كده اهي، ونيجي شوية مربى توت او اي حاجة احنا عايزينها، اي مربى عندنا نشتغل بيها عادي، مش هتقول لأ خالص، نعملها بالشكل ده اهو، توزيعتين في الجنبين وشوية كاسات حلوة كده. عيد الحب بقى ندلع الترابيزة بتاعتنا. نعمل ايه دلوقتي اهو بالشكل ده، اخر كاسة عندنا هنا. طيب اهو شايفين المنظر ده، اوكي خليني احطها بالشكل ده. طبعا لسه انا هشتغل بالحاجات دي كلها، والكبسة موجودة عندنا على الشاشة. تسلم ايديك يا مرمورتي اهو. هاخد شوية من العصير بتاعي ونحطه هنا بالشكل ده. طبعا لسه هعمل الكاسة الكبيرة دي اهو. ونعمل ايه، اعمل كاسة واحدة بس كده اهو، شوية فراولة من فوق تمام بالشكل ده، عشان ايه تيجوا تلاقوني مظبطة لكم كل حاجة. ونعملها كده كده وكده، وشوية من اوراق النعناع عشان تديني شكل حلو جدا للطبق بتاعي او للكاسة بتاعتي.